مساء الخير مشاهدينا الكرام، أينما كنتم من هنا من مركز إكسبو الشارقة، تحية لكم أينما كنتم، وبالتحديد من معرض الشارقة الدولي للكتاب في نسخته 39. هذه النسخة الاستثنائية التي أبت إلا أن تتم 11 يوما برغم هذه الظروف. الشارقة أبت في هذه النسخة إلا أن تدعم الكتاب وتدعم الناشرين وتدعم كل من يحب هذا الكتاب وكل القيم التي تأتي من وراء هذا الكتاب الحقيقة. يعني اليوم ما شاء الله نشاهد يمكن في أروقة معرض الشارقة الدولي للكتاب في اليوم الأخير ازدحام أعتقد بأن غير مشهود، خصوصا بالنسبة للظروف طبعا الاستثنائية بسبب جائحة كورونا اللي مر فيها العالم أجمع. ازدحام شديد ما شاء الله في دور النشر وإقبال كبير نلاحظه اليوم في اليوم الأخير من المعرض في يومه 11. نتمنى طبعا كل اللي جايين اليوم يشترون من معرض الشارقة الدولي للكتاب أن يعني تكون اختياراتهم جيدة وتكون اختياراتهم تناسبهم. بتأكيد مشاهدينا بنكون وياكم لمدة ساعة على الهواء مباشرة، بنحاول نغطي فيها أبرز وأهم الأحداث، أهم الفعاليات، أهم ما يستجد الحقيقة في اليوم الأخير من معرض الشارقة الدولي للكتاب. دعوني في البداية أنتقل لزميلتي شهد مهند اللي ترافقني في هذه التغطية. مساء الخير يا شهد. مساء الخير ريم، مساء الخير مشاهدينا ومتابعين برنامج ساعة كتاب. نلتقيكم في اليوم 11 والأخير من أيام من معرض الشارقة الدولي للكتاب في نسخته 39، وهذه الأيام التي تشع بالثقافة والنور من إمارة الشارقة. سنكون معكم من قلب الحدث هنا في أروقة المعرض لنستعرض آراء الجمهور والزوار الموجودين وأيضا بعض اللقاءات الجانبية في برنامج ساعة كتاب. عودة إلى الزميلة ريم إلى الاستوديو. حياكم الله، شكرا شهد. طبعا بننتقل مرة أخرى بالتأكيد لزميلتنا شهد مهند اللي بتكون موجودة في أروقة معرض الشارقة الدولي للكتاب، بالتأكيد بتغطينا ما يوجد في هذه الأروقة. بنتعرف بالتأكيد على اليوم الزوار المعرض، بنتعرف كذلك أيضا على بعض دور النشر اللي متواجدة اليوم في المعرض. ننتقل إلى تقريرنا الأول مشاهدينا في حلقتنا لهذا المساء. بالتأكيد يعني مثل عادة معرض الشارقة الدولي للكتاب يحقق نجاح تلو الآخر بالرغم من الظروف الراهنة الحقيقة التي تصادف النسخة 39 من هذا المعرض، لكن يعني ما شاء الله كان في نخبة من دور النشر ونخبة كذلك أيضا من الناشرين تعرف عليهم في تقريرنا الأول. هذه التظاهرة الثقافية التي يحتضنها معرض الشارقة الدولي للكتاب بنسخته 39 والتي انطلقت تحت شعار العالم يقرأ من الشارقة، تنوعت المشاركات المميزة من قبل دور النشر الذين جعلوا من المعرض منصة رائدة للعرض والالتقاء بالقراء والجمهور. وبين هذه الدور المشاركة توقفت كاميرا ساعة كتاب عند دار ملهمون للنشر والتوزيع التي تأسست في عام 2016 وأصبحت تضم نخبة رفيعة من الكتاب الملهمون والموهوبون. أنا بقول لكل واحد أخر إصدار كتابه علشان خاطر الجائحة هو غلطان طبعا، لأن زي ما في قراء تخلف عن المعرض زي ما في خدمات كثيرة تقدمت في المعرض لتوفير الكتب ليهم أونلاين والتوصيل، مبادرات كثيرة تقدمت في المعرض عشان تسعفهم. بالعكس في كتب كثيره جدا طلعت جديده ويعني يمكن اوشكت على الانتهاء، فيعني خلصت الطبعه وطبعات جديده. المعرض قلت لك خالف التوقعات وغير امال ناس كثيره جدا. في كثير من دور الناس قدمت اصدارات جديده الحمد لله. فيعني بشكل عام احنا راضيين عن ادائنا السنه دي في المعرض وبكعاته مهرجان الشرق الدولي للكتاب
يعني عرس ثقافي الناس كلها والناشين كلها لازم تحتفي به بشكل مبهر. دار ملهمون للنشر والتوزيع تسعى بمشاركتها في معرض الشارقة الدولي للكتاب إلى تقديم مؤلفات مطولة وموثقة تتناول مختلف ألوان الإنتاج ذو المحتوى المفيد في ميدان الدراسات والترجمات والروايات والدواوين الشعرية والمسرحيات، والمساهمة في تأسيس نهضة ثقافية ملونة وبناء جسور بين الثقافات العربية والغربية، فاتح بابا للحوار والنقاش فيما بينهم. الحمد لله ده التواجد الخامس لنا في معرض الشارقة للكتاب. هذه السنة كان فيه عدة تحديات اللي هي جائحة كورونا كوفيد-19، لكن الحمد لله رب العالمين المعرض طلع بحلة زاهية. كان في قراء هذا العام، ما كان فيه فعاليات، كل اللي بيجي متعطش عايز كتب، عايز يعني ما كان في مجال للنسخة، كل اللي بيجي عايز يقرأ. معرض الشارقة الدولي للكتاب الحاضن الأكبر للمبدعين والموهوبين والمفكرين، وسيبقى مسطرا عبر التاريخ نجاحاته رغم كافة الظروف، مستقطبا كافة القراء والناشرين على مستوى العالم. إذن هذا هو اليوم الأخير قبل أن يسدل الستار على النسخة 39 من معرض الشارقة الدولي للكتاب. هذا هو معرض الشارقة الدولي للكتاب، وهذه هي الشارقة التي اعتادت على دعم القراء والكتاب والناشرين والمثقفين من مختلف بقاع الأرض لتجمعهم رغم هذه الظروف الاستثنائية على أرض الشارقة في هذه النسخة الاستثنائية أيضا من معرض الشارقة الدولي للكتاب. ننتقل إلى فقرتنا التالية مشاهدينا، والحقيقة دولة الإمارات تضم العديد من الكتاب والمثقفين والأدباء والنخبة أيضا منهم، ولا سيما ومن أبرز ربما هؤلاء الكتاب والمثقفين هو الدكتور نجيب شامسي، الحقيقة الذي تقلد العديد من المناصب خلال مسيرته، سواء كانت يعني مناصب في الدولة أو في بعض الأندية الثقافية وكذلك الأدبية، وأيضا مسيرته الحقيقة يعني فيها العديد من الإصدارات المهمة والإصدارات القيمة عفوا اللي بنتعرف عليها اليوم من ضيفنا في الاستديو الدكتور والخبير الاقتصادي والكاتب دكتور نجيب شامسي. حياك الله، مساء الخير. يا أهلا ويا مرحبا. يا أهلا دكتور. يعني في البداية ونحن اليوم نشهد يعني إسدال الستار على معرض الشارقة الدولي للكتاب في هذه النسخة الغير عادية تعتبر، أو نسخة استثنائية مثل ما ذكرت يعني قبل قليل، حدثني عن مشاركتك ككاتب في هذه النسخة وكيف وجدت هذه النسخة من المعرض. ما من شك أن الإصرار على تنظيم هذا المعرض في هذه الظروف الاستثنائية هو بحد ذاته ما يؤكد على رؤية حكيمة لصاحب سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي. نعم. على أن الثقافة يجب أن تستمر، باعتبار أن مسار الثقافة يجب أن لا يتوقف، وهذا العطاء الثقافي يجب أن يتدفق في شرايين المجتمع، وهذا المعرض الذي يشكل عرسا ثقافيا سنويا ينتظره ليس المثقف الإماراتي بينما بل حتى المثقف العربي والمقيم الأجنبي، وكذلك
من أبناء دول مستعاون الذين يحجون إلى هذا المعرض. صحيح. للتعرف على ما هو جديد، ودائما هناك في هذا المعرض بالذات يعني يحمل خصوصية الثقافة المتجددة، دائما هناك جديد في هذا المعرض، لذا الحرص دائما حتى من دور النشر أجد أن عام بعد عام هناك حرص. وهذه الظروف الاستثنائية لم تستثني أو لم تثني صاحب السمو الشيخ سلطان من تنظيم هذا المعرض، وهذا يؤكد على أن نحن نعيش في كنف صاحب السمو الشيخ سلطان بعطائه الثقافي والإبداعي، ونحن دائما نستزيد من هذه المناخات المناسبة والإيجابية التي تدعمنا دائما للعطاء أكثر. نعم. دعنا نعرج يمكن على الإصدارات حضرتك، يعني خلال مسيرتك المهنية ما شاء الله وعطائك المهني الطويل، يعني كان لك العديد من الإصدارات التي توثق هذه المسيرة الطويلة. دعنا نتحدث عن هذه الإصدارات منذ بدايتها وحتى اليوم، على ماذا ارتكزت فيها وعلى ماذا أيضا تركزت هذه الإصدارات؟ الحقيقة مسيرة عطاء طويلة. نعم. منذ السبعينيات أنا كنت أكتب، طبعا في البداية كنت أكتب بالصحف والمجلات. نعم. التي تصدر في الإمارات، ومن ثم كان أول كتاب لي تم الانتهاء منه سنة 79 وطبع عام 1981، هو يحمل الثقافة المادية من الموروث الشعبي في الإمارات. أنا كنت عاشق له أو ما زلت عاشق لهذا الموروث الشعبي، باعتبار أن الموروث الشعبي ليس مجرد أن ذكر أو مجرد عرض لهذا الموروث، وإنما الموروث يشكل خط مهم جدا. نعم. لمواجهة هذه التحديات أو مواجهة للمحافظة على هوية هذا المجتمع وشخصية أبناء هذا الوطن وتاريخ هذا الوطن. نعم. وبالتالي صدرت لي مجموعة من الإصدارات عبر فترة زمنية معينة، وصل عدد الإصدارات تقريبا إلى 36 أو 37 إصدارا. نعم. ولكن معظم هذه الكتب أصدرتها في الجانب الاقتصادي، لأن بحكم تخصصي في الجانب الاقتصادي وبحكم متابعتي للتطورات الاقتصادية والمستجدات الاقتصادية، فهناك العديد من الكتب الاقتصادية التي اعتز بها. كذلك من ضمن هذه الكتب موسوعتين، موسوعة عن رأس الخيمة وموسوعة أخرى عن الجانب الاقتصادي في دول مجلس التعاون. جميل. يعني دكتور أنت ذكرت بأنك كتبت العديد من الكتب في الجانب الاقتصادي، وهذا ملعبك يعني هذا مجالك، لكن فيما يتعلق بالموروث الشعبي وأنت عاشق كما ذكرت حضرتك لهذا الموروث، هل احتاج الأمر إلى بحث مطول ودراسة ربما لهذا الموروث الشعبي حتى ظهرت هذه الإصدارات كلها؟ ما الذي احتاجت هذه الإصدارات منك؟ ما من شك أن في السنوات الأولى حينما شرعت في كتاب الإمارات في سفينة الماضي. نعم. لم تكن هناك إصدارات حول الموروث الشعبي. نعم. وإنما يعني لذا كان هناك دافع أكبر بأن نلتقي بكبار العمر من الجنسين من أجل أن نأخذ هذه المفردات الثقافية ونعمل على تحليلها. طبعا أنا طالبت مرارا بضرورة وجود لجان متخصصة لدراسة وتحليل، لأن يمكن نحن في تجربتنا الأولى تجربة يعني تفتقر إلى الخبرة الكافية ذاك الوقت يعني، وأردنا أن تكون هناك تجربة جديدة أو مرحلة جديدة هي عملية التحليل وتنقية هذا الموروث، عناصر الموروث الشعبي، وتقديم هذا الموروث الشعبي إلى أجيالنا المختلفة خاصة في المدارس الجامعات، من أجل بناء روح الولاء والانتماء والاعتزاز بشخصية هذا المجتمع، خاصة الأجيال الصغيرة في المجتمعات الطلابية. لابد أن يتعرفوا على هذا الجانب حتى أن هذه الهوية تنزرع في داخلهم، والاعتزاز والفخر بموروثهم الشعبي، باعتبار أن الموروث أيضا وعاء ثقافي وخط مهم جدا لمواجهة محاولة التغيرات في اللهجة والتغيرات في الموروث الشعبي في الثقافة العامة ككل في دولة الإمارات. ونحن نعرف أن هناك في عدد كبير من كل الجنسيات التي تعيش بيننا، كان علينا أن نثبت أيضا بأن تاريخ الإمارات ليس تاريخ اقتصادي وليس أيضا تاريخ عبارة عن طفرة نفطية، وإنما هو تاريخ يعني يضرب بجذوره في أعماق هذا الزمن. نعم. دعنا نتحدث يعني عن آخر الإصدارات كذلك، وأعتقد بأن آخر الإصدارات موجودة أمامنا دكتور اليوم.
خلينا نستعرض ربما هذه الإصدارات واحد تلو الآخر. اسمح لي دكتور، الأعمال المسرحية الكاملة، هذا طبعا أول إصدار راح نستعرضه وإياكم مشاهدينا. ما الذي يقوله هذا الكتاب دكتور نجيب؟ هذه أعمال مسرحية كاملة عكفت عليها من عام 96 تقريبا، كنت أكتب أعمال مسرحية، من ضمن أول نص كان اسمه كش ملك، يعني يأخذ بالبعد المسرح السياسي أكثر. نعم. ولربما اليوم الأحداث التي نشاهدها اليوم في منطقتنا العربية كأن هذا العمل يحاكي هذه الأحداث التي نشهدها اليوم في على مستوى الوطن العربي من 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 صراعات واختلافات ما بينهم. هناك 8 نصوص معظمها باللغة العربية، وهناك نص أو نصين باللهجة المحلية، ولكن هذه النصوص أيضا أدخلت فيها البعد الاقتصادي، النفس الاقتصادي موجود، لأن باعتبار أن حقيقة التحولات التي حدثت في مجتمعنا أو حقيقة الصراعات التي تدور في في منطقتنا العربية هي في الواقع مبعثها ومرجعها أسباب اقتصادية، لذلك أدخلت دائما البعد الاقتصادي في الأعمال المسرحية. لذلك سئلت في يوم ما في منتدى في أيام الشارقة المسرحية كيف توفق بين الاقتصاد والمسرح. نعم. هنا يعني لأن الصراعات اليوم اللي نشوفها في عالمنا وإن كانت في ظاهرة عسكرية أو سياسية، ولكن في حقيقتها هي اقتصادية. صحيح. أنا أردت أن أسقط هذا البعد وهذه الأسباب في هذه الأعمال المسرحية التي حاولت، يعني طبعا أنا ما أدعي أني أنا كاتب مسرحي مخضرم، ولكني حاولت أني إضافة إلى حقيقة التحولات المجتمعية التي حدثت في مجتمعنا من خلال هذا هذه النصوص المسرحية التي أتمنى إن شاء الله أن ترى النور في المستقبل على بإذن الله. نشوفها إن شاء الله في الأعوام القادمة وفي النسخة القادمة ربما من أيام الشارقة المسرحية. دكتور إن شاء الله، يعني أنا كتبت نص مرة عن أحد الكتاب المعروفين جمعة الفيروز اسمه جثة من ورق، وهذا العمل نفذ في أيام الشارقة المسرحية. نعم. وحظى باحترام وتقدير من قبل المشاهدين في ذاك الوقت يعني، ولكن هناك أعمال مسرحية اللي في المنصوص المكتوبة هنا في هذا الكتاب أنا أعتقد إن شاء الله سوف ترى النور في الأعوام القادمة بإذن الله. هذا طبعا يمكن ربما أحدث الإصدارات في مايو 2020، هذا الكتاب شياطين الفريج حكايات من الزمن الجميل، هذا طبعا يعني ما تركت الموروث الشعبي دكتور، وأصدرت أيضا آخر كتاب يعني من روح هذا الموروث ربما والقصص القديمة الجميلة. ما الذي يحتوي هذا الكتاب بشكل سريع جدا؟ هذا يعني في دائما في كل المجتمعات هناك شريحة معينة من المجتمع يعني نحن نطلق عليهم بالشياطين، وهم المشاكسين وليس بالمعنى السلبي الشياطين، لكنهم المشاكسين في المجتمع واللي هم يشكلون جزء من النسيج الاجتماعي. نعم. في مجتمع الإمارات في فترة زمنية معينة أبطال المجموعة القصصية هذه هم 4 أو 5 أشخاص يقدمون نماذج من شخصيات المجتمع في فترة الستينيات أكثر، حينما كانوا يعني يشاكسون في ولكن مشاكساتهم ليست فيها ضرر على المجتمع أو على سمعة. نعم. المجتمع، وإنما هي هالمشاكسات يعني اللي موجودة في كل المجتمعات الإنسانية، وفي نفس الوقت تعكس حالة التطور في مجتمع الإمارات في فترة زمنية معينة في فترة الستينيات. يمكن نحن تابعنا مسلسل درب الزلق، يعني هو صح. يعني بنفس المحيط بنفس الأجواء بنفس المناخات لدرب الزلق، لربما أيضا في المستقبل أن نشاهد هذا العمل. نتمنى نتمنى يتناول عن المجتمع الجيد. يعني رغم المشاغبات رغم المشاكسات إلا أن المجتمع كان مجتمع متكاتف متعاضد. صحيح. متراحم متسامح، فهذا الكتاب يعكس القيم الاجتماعية التي كان يتحلى بها أفراد المجتمع في فترة زمنية معينة. نعم إن شاء الله طبعا نشوفه أيضا في عمل درامي. عموما شكرا لك دكتور على وجودك ويانا اليوم، تشرفنا بوجودك الحقيقة في الاستوديو، كان بودنا طبعا نتحدث عن المزيد من الإصدارات، لكن إن شاء الله في المرات القادمة بإذن الله. مشاهدينا ننتقل إلى زميلتنا شهد مهند، طبعا شهد دائما تغطي لنا بتأكيد أروقة معرض الشارقة الدولي للكتاب وتعرفنا على ضيوفها. شهد لك الكلمة. شكرا ريم، عودة لكم مشاهدينا مجددا مع هذا اللقاء اللي نختتم فيه طبعا اليوم الأخير من معرض الشارقة الدولي للكتاب ولقائنا مع
عضو مميز وفريد جدا، كان له دور كبير في تنظيم حركة الزوار وسيرهم في المعرض. هو ليس فرد واحد، هم مجموعة من الأشخاص، فريقهم هذا كان داعم كبير لإنجاح هذا المعرض أيضا، ودورهم الكبير اللي قاموا فيه أثناء هذه النسخة. نتعرف أكثر عليهم مع الأستاذ محمد راشد، قائد في فريق ساند. حياك الله. نعم حياك الله. معكم محمد راشد، متطوع في برنامج ساند، برنامج وطني للتطوع للاستجابة حالات الطارئة. أنا وإخواني المتطوعين اللي يشوفونه بالخلف، المجموعة الأخيرة شفت الأخير. نحن دونا كمتطوعين ساند نتأكد أن الجميع ماخذ إجراءات الوقائية، إجراءات احترازية عن طريق لبس الكمامات، ترك المسافة بينهم، والحمد لله يعني جميع المشاركين والزوار الكل عارف إجراءات الوقائية، واللوحات الإرشادية متوفرة عندنا في الممرات في المداخل، حتى اللوحات الإرشادية موجودة على الأرض. كيف كان دور المتطوعين في خلينا نقول إرشاد الزوار مثلا وهم داخلين، في حال كان مثلا حد من الزوار مثلا نسى إجراء معين أو كذا، كيف كانت طريقة؟ نعم الحمد لله يعني العدد قليل، يعني الأشخاص اللي كانوا ينسون بلبس الكمامات، بس الحمد لله كل متعاون. من يشوفون الفست الأحمر الزوار أو مثلا مشاركين يلبسون الكمامات، يعني يتذكرون على طول يعني قبل ما نتكلم، يعني هم مو بيخافون منكم، هم انتوا لبسكم الاحمر يذكرهم بس بمجرد فقط. نعم نحن كلنا فريق واحد واكثر عن جهه، مثل ما قلت يعني نحن يعني المشاركين بس مجرد بس يشوفون البس نحصلهم يلبسون الكمام، يعني الحمد لله. يعني ويعني مشاركتنا هالسنه غير عن السنوات اللي طافت. السنوات طافت كان دورنا يعني هو مباشر الاحتكاك بالإجراءات الإسعافات الأولية، أما هاي السنة لا، يعني في حال الشخص كان مثلا عنده مشكلة ننقله للعيادة. واجهتوا صعوبات في هذه النسخة؟ والله ما في يعني صعوبات، الحمد لله يعني كل متعاون وأكثر عن جهة. تقريبا عددنا يعني 40 متطوع، وعندنا تقريبا 3 مجموعات 3 شفتات، وهاي المجموعة في مجموعة ما شاء الله لنا آخر يوم موجودين معاي من الصبح. نعم ما شاء الله. كيف كان دوامهم تقريبا؟ كيف يعني ساعات العمل بخصوص المتطوعين؟ نعم عندنا شفت الأول أو شفت الصبح من الساعة 9 لين الساعة 1 تقريبا 4 ساعات، بعدين عندنا الساعة 1 تقريبا للساعة 4 تقريبا بعد 4 ساعات، عندنا شفت الأخير اللي هو 6 ساعات. يعني هذا كان أطول شفت اللي هو من الساعة 4 للساعة 6 للساعة 10 عفوا 6 ساعات لين 10. نعم 6 ساعات. نعم شاكرين لكم هذا المجهود كله، ونبغي نوجه نحن بدورنا أيضا كلمة شكر لكافة المتطوعين اللي حاضرين معنا، وطبعا اللي ما قدروا يحضرون اليوم بسبب أوقات الدوام اللي اختلفت اليوم في آخر يوم. شكرا جزيلا لكم على هذا المجهود، على هذه الترتيب اللي قمتوا فيه طبعا في المعرض، وأيضا حرصكم على سلامة الزوار وتنظيم هذا المعرض وهذه النسخة وإنجاحها أيضا. شكرا محمد راشد قائد في فريق ساند على تواجدك. شكرا. جزاكم الله خير. شكرا. إذن مشاهدينا هذه كانت تغطيتنا الأولى هنا من معرض الشارقة الدولي للكتاب، وفي الخلف طبعا فريق أو متطوعين فريق ساند يحيون قائدهم ويحيون نفسهم أيضا بكل الإنجازات التي قاموا فيها خلال هذه الفترة. عودة إلى الاستوديو مع الزميلة ريم. شكرا شهد، وشكرا لكل المتطوعين الحقيقة اللي ما نعرف كيف يعني نوفيهم حقهم في كل الفعاليات اللي تقام في إمارة الشارقة وحتى في دولة الإمارات الله يحفظها من كل شر. دور المتطوعين جدا مهم من أبناء وبنات دولة الإمارات، الله يعطيكم العافية وما قصرتوا الحقيقة في وجودكم في المعرض في هاي النسخة، وبالتأكيد بالرغم من الظروف الراهنة. ننتقل إلى تقريرنا الثاني مشاهدينا، ومشاركات الحقيقة كثيرة ومتعددة من دول عديدة يعني شاركت في معرض الشارقة الدولي للكتاب، وشاركت في دعم كذلك إصدارات للعديد من الكتاب. إحدى هذه الدور كانت دار دريم بوك الكويتية التي دعمت الحقيقة إصدار كتاب للكاتب الكويتي أحمد البراك. نتعرف أكثر على إصداره من خلال هذا التقرير.
كتاب الله، مسرحية الصراع بين النور والظلام، من تأليف صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكمي إمارة الشارقة. وصدر الكتاب في العام 2018 ويتكون من 26 صفحة. كتاب الله، مسرحية الصراع بين النور والظلام، مسرحية كتبها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان القاسمي، كتبها بأحرف من نور لأنها اختلفت كثيرا عن بعض المسرحيات التي ألفها سابقا. هذه المسرحية تغور في التراث العربي والإسلامي، هي تقدم شخصيات تاريخية أنارت الإنسانية وأنارت الأخلاق عند البشرية، إنها شخصيات عملت بكل جد من أجل البشرية ومن أجل الإنسانية. لذلك إن المسرحية وإن اعتمدت كثيرا على الصراع بين الجهل والظلام، لكنها بالتالي هي مسرحية تنويرية، ونحن الآن بحاجة إلى التنوير، إلى العقل في عالمنا العربي والإسلامي، بحاجة إلى تنوير عقولنا. صراع بين الظلام والضوء، صراع بين الحقيقة والجهل الذي يريد البعض أن يضعنا فيه. المسرحية بكلمات رقيقة وشفافة يقول فيها صاحب السمو برسالة السماء ومناهج الإسلام: ننشر الرخاء، ننشر السلام، بالعلم والإيمان نحمي الأوطان. هذه الكلمات المعبرة هي الرسالة، وهي الموجز المهم لرسالة المسرحية. فحينما تبدأ المسرحية كجنس أدبي أو عرض مسرحي، فإنها تقدم العالم الجليل جابر بن حيان عالم الكيمياء، كذلك تقدم أبو إسحاق الكندي أول من وضع السلم الموسيقي، وضع السلم الموسيقي لذلك الوقت. يعني تصوروا أنه بناء الموسيقى، علاقة الموسيقى بالإنسان في ذلك الوقت، والخزين المعرفي عند العرب والمسلمين، سواء في الفلسفة، سواء في الأدب، سواء في العلوم، في الجغرافيا، في التاريخ. لذلك فإن ذلك هي الرسالة العظيمة الذي جاء بها هؤلاء العلماء. أعتقد أن المسرحية أكيد هي تبني حكايتها على المعرفة والحكمة. كتاب الله، مسرحية الصراع بين النور والظلام. تجسد المسرحية فكرة الصراع بين النورانيين الذين يحاولون تقديم صورة الإسلام الناصعة في وجه الظلاميين الذين يحاولون تشويه صورة الإسلام المشرقة. بين القرن السابع عشر وبين القرن السابع عشر والثالث عشر كانت الأمة العربية، أو الأمة الإسلامية كانت في عز نهضتها. في هذه الفترة بنى العباسيون، الخلفاء العباسيون بنوا بغداد، وبغداد كانت منار للعلم ومنار للثقافة ومنار للترجمة ومنار للكتب. بغداد فيها بيت الحكمة الذي أسسه الخليفة المأمون ابن الخليفة هارون الرشيد. بيت الحكمة كان مصدر لكل العلماء العرب اللي كانوا يجتمعون فيه، وكانوا يطورون من قابلياتهم وإدراكهم العلمي والمعرفي في سبيل خدمة البشرية. وعندما أنيطها يعني كلف العالم الجليل الخوارزمي محمد الخوارزمي بإدارة هذا البيت، كان من علماء الجغرافيا، وقد كلف برسم خريطة للعالم جميعا، رسم الخريطة للعالم، خريطة للمدن العرب، للمدن العالم. تصوروا بذاك الوقت أن ترسم، أن تكتب، أن تكتشف أنه هناك عالم كبير جدا، بحار ومدن
وأنهار وجبال وأشياء كثيرة وبشر أيضا. هذه المسرحية هي التي جاءت بهذه المواصفات، جاءت بهذه الحوادث. هذه الثيمة التي وضعها المؤلف صاحب السمو الشيخ سلطان القاسمي، جاء ليعمل رسالة ذكية، رسالة إنسانية، رسالة رائعة جدا. أعتقد هذه المسرحية هي جزء من تراكم ثقافي عربي إسلامي. وشكرا. حياكم الله إذن مشاهدينا مجددا. طبعا يعني نعتذر، الفقرة اللي عرضت هذه كانت فقرة منشورات القاسمي، وهذه فقرة يومية نستعرض من خلالها إصدارات سيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة الشارقة. ونستعرض الحقيقة دار منشورات القاسمي اللي تأسست عام 2009، وهي التي أو هي المسؤولة عن توزيع وإصدار كتب سموه. الآن ننتقل إلى تقريرنا الثاني المخصص لدار دريم بوك، وبالتحديد إصدار الكاتب أحمد البراك، نتعرف عليه. أروقة وأجنحة متنوعة وناشرين وكتاب وقارئ متعطش للكلمة والكتاب، هنا حيث يقرأ العالم بمعرض الشرقة الدولي للكتاب في نسخته 39، الذي فتح أبوابه حاضنا العديد من الكتاب والناشرين من شتى أنحاء العالم. ومن بين المشاركين كانت لنا وقفة مع الكاتب المبدع أحمد البراك، والذي شاركنا تفاصيل إصداره الجديد 8 حبا. أنا عندي عدة إصدارات، آخرها هي رواية بعنوان 8 حبا، هي عاطفة فانتازية حبيت من خلالها أبرز إمكانيات الكاتب في كتابة الخيال بشكل كامل. فيما سبق أنا أصدرت عدة روايات واقعية، رأيت أن حان الوقت أن نختبر قلمنا في كيفية إبراز دور الخيال في عرض مشاكلنا أو قصصنا الحالية في المجتمع. الثامنة حبا هي رواية غريبة نوعا ما، لعبت في عامل الزمن، لعبت في عامل المكان، تنوع الأبطال فيها هي مزيج من الواقع في دول أوروبا، هي مزيج من الخيال اللي احنا نتخيله في الانتقال بين الزمن والمكان. الرواية جدا مكتوبة بحرفية معينة، تعبت فيها جدا، أعتقد 5 أشهر مدة كافية لكتابة رواية، أتمنى الجميع يقتنونها. الرواية من إصدار دار دريم بوك، هذه الدار التي أرست قواعد مشروعها وفق معايير علمية وعالمية مدروسة، وخطت خطوتها الأولى في رحاب بناء الثقافة والفكر والأدب والعلوم والترجمة. فكما لكل قلم حلم ولكل كاتب كتاب، كان في دريم بوك لكل حلم نشر.
حياكم الله إذن مشاهدينا مجددا، وفي ختام ربما فعاليات هذه التظاهرة الثقافية الأكبر من نوعها ربما في الشرق الأوسط أو يعني على مستوى العالم الحقيقة، حيث لم تقم أعتقد نسخة من معارض الكتاب في هذا العام وفي ظل هذه الظروف الاستثنائية، لكن الشارقة أبت إلا أن تقيم حبا في الكتاب. دعونا نتعرف مشاهدينا على هذه النسخة الاستثنائية بتفاصيلها في يومها الأخير من ضيفنا في الاستوديو سعادة أحمد بن ركاض العام لرئيس هيئة الشارقة للكتاب. حياك الله أستاذ أحمد، يعطيكم ألف عافية في البداية على هذه النسخة الاستثنائية. يعني أنا طول الحلقة أقول استثنائية، هو بالفعل نسخة استثنائية بكل المقاييس وبكل المعايير. اليوم المعرض أتوقع أنه أول معرض دولي تجاري في أي قطاع على مستوى العالم يعقد بعد جائحة كوفيد-19. اليوم الشارقة تكتب صفحة جديدة في الثقافة، في الفكر، في العلم، وتؤكد أنها تقدر على النجاح في مشروع ثقافي متميز حتى في ظل الجائحة، حيث أن الكتاب هو دواء للعقول ودواء للقلوب وهو دواء لأنفس الناس، خاصة في هذه الفترة في البشرية التي يعيش فيها البشرية. نعم، دعنا نتحدث عن أبرز ما يميز هذه الدورة 39 والتي جاءت في ظل جائحة كورونا. بالتأكيد يعني تم الإعداد لهذه النسخة أيضا بشكل لم يسبق له مثيل. طبعا أول شيء وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة أن تقوم هذه الدورة منذ عيد الفطر المبارك، فمنذ ذلك الوقت ونحن نقوم بالتجهيز لهذه الدورة الاستثنائية. نعم. لهذه الظروف الاستثنائية، ولكن كان السؤال هو كيفية إقامة هذه النسخة. هل ستأتي النسخة كاملة كما كانت؟ نعم. ببرامجها، بفعالياتها، بضيوفها، أم تأتي ببرنامج مغاير؟ فأتخذ الاختيار أن تكون دورة هجين بين معرض على أرض الواقع وبرامج على الواقع الافتراضي من خلال هذه الدورة المميزة والفريدة. فكان هذا المزج بين التقنيات الحديثة و الطريقة الكلاسيكية إذا ممكن أن نسميها في بيع الكتب للجمهور. نعم تأكيد. أيضا يعني أستاذ أحمد، رغم هذه الظروف إلا أن العديد من دور النشر أبت إلا أن تتواجد في معرض الشارقة الدولي للكتاب، سواء كانت هذه الدور من دول عربية أو كذلك من أخرى أجنبية. المعرض هذا كان بالنسبة لهم مثل طوق النجاة، يعني في ظل هذه الظروف ويعني في ظل إلغاء العديد من المعارض العالمية منذ بداية هذا العام 2020. كذلك أيضا جاءت مكرمة سيدي صاحب السمو حاكم الشارقة والتي تجاوزت 17 مليون درهم الحقيقة لدعم الناشرين، وكذلك أيضا إعفائهم من رسوم المشاركة في معرض الشارقة الدولي للكتاب. دعنا نتحدث عن قيمة الحقيقة هذه المكرمة من سيدي صاحب السمو حاكم الشارقة وأثرها على الكتاب والناشرين المشاركين في هذه النسخة. طبعا أولا مكرمة صاحب السمو تؤكد للناشرين أنهم ليسوا لوحدهم. نعم. بل الشارقة دائما معهم، وصاحب السمو يدعمهم في كل كبيرة وصغيرة لأهمية قطاع النشر لنفس سموه. نعم. كما تعلمين هي ليست فقط إلغاء المعارض، فالناشر العربي بالنسبة له المعارض العربية هي رئة التنفس لهذا الناشر، من خلاله يمكن أن يوزع الكتاب. نعم. أيضا انقطاع السفر، إلغاء الفعاليات كثيرة حول العالم، ظروف الجائحة، أن الفيروس ينتقل من الورق، هذا كله أثر في صناعة النشر على مستوى المستوى الإقليمي أو المستوى العالمي. نعم. مما أزم مشكلة الناشرين أو صعوبة الناشرين، وأيضا ولا ننسى بالخصوص الناشرين اللبنانيين، الانفجار الذي وقع في بيروت. صحيح. والأزمات التي يمر بها الناشرين في بيروت. نعم. من أزمة البنوك والمصارف. اليوم دعم سموه كان في موضعه، أولا داوى جروح الناشرين وأعطاهم الأمل أن هناك نور
وهذا النور يشرق من الشارقة دائما، إن هذا النفق المظلم إنارته أتت من الشارقة. صحيح. إن هناك أمل، هناك من يقف معهم، إنهم لا يأسوا في هذا الطريق. البوادر الأمل الآن بدأت، هناك عدد من المعارض العربية التي أعلنت إنها ستستمر إن شاء الله بعد نجاح معرض الشارقة دول الكتاب. نعم. معرض الشارقة للكتاب اليوم هو المعيار الأساسي لبقية المعارض الأخرى. إن كانت كتابة أو معارض تجارية. صحيح. هذه اليوم خطوة يعني من سموه داوت جروح الناس. ولا ننسى أن قيمة 17 مليون اليوم في ظل الجائحة تتجاوز 17 مليون، خاصة. نعم. في الظروف يعني اليوم الدرهم غالي يعني كما يقولون، في خاصة في هذه الظروف الحالكة. بالضبط. فمكرمة سموه هي تتجاوز 17 مليون، يعني بالنسبة للناشرين كان بالنسبة لهم أن يحضروا المعرض، أن يقام المعرض فقط نجاح بالنسبة لهم، لولا لم يبيعوا في هذا المعرض. صحيح بالفعل، مثل ما ذكرت يعني أستاذ أحمد، الحقيقة يعني أنا أعتقد إقامة معرض الشارقة الدولي للكتاب سوف تشجع على إقامة معارض أخرى سواء كانت تجارية أو غيرها مثل ما ذكرت، وبوادر هالشيء بنشوفه من بعد انتهاء معرض الشارقة الدولي للكتاب. منصة الشارقة تقرأ، هذه المنصة الحقيقة التي ابتكرتها هيئة الشارقة للكتاب، يعني حتى تكون نافذة وحتى تكون بوابة، وحتى لا يكون معرض الشارقة الدولي للكتاب الحقيقة يعني بما تعودناه عليه من استضافة أشهر الكتاب وأشهر المؤثرين الحقيقة في العالم والعديد من الفعاليات، حتى لا تكون هذه النسخة ربما ناقصة أو مغايرة يعني للنسخ السابقة أو النسخ الأقدم. استضافت هذه المنصة الحقيقة أشهر المؤثرين وأشهر الكتاب على مدى 11 يوما. دعنا نتحدث عن هذه المنصة وعن ابتكار أيضا هذه المنصة. طبعا المنصة الشارقة تقرأ وشارجة ريد، الهدف منها أن نعزز من الواقع الافتراضي في نشر رسالة الشارقة الثقافية. جميل. والأدبية والفكرية، وهذه المنصة ستستمر إن شاء الله بعد نهاية المعرض الشارقة دول الكتاب، سنطلق منها نادي القراءة الذي نقوم به في هيئة الشارقة الكتاب، وأيضا نادي الناشرين، كل هذه البرامج ستنطلق من الشارقة تقرأ لتبقى أن دائما العالم يقرأ من العاصمة العالمية للكتاب. نعم. لكن ما ميز هذه الدورة وهذا الرقم الذي سأعلنه لك الآن أن عدد الناس الذين تفاعلوا مع الشارقة تقرأ أو الذين حضروا الجلسات تجاوز 35,000 شخص. ما شاء الله، من كافة أنحاء العالم بالتأكيد. 35,000 شخص. فهذا دليل على نجاح معرض الشارقة الدولي للكتاب في تأسيسه يعني مكان مهم لالتقاء الناشرين، هو منارة للثقافة، هي قبلة المثقفين والمفكرين. اليوم والله نرى فرحة الناشرين الإماراتيين والمثقفين العالميين بهذه الجهود التي صبت في احتواء المثقفين والمفكرين من مختلف أنحاء العالم. صحيح. هذه المنصة اليوم، وحتى أن التفاعل بهذا الرقم سيزيد، يعني نحن هذه أرقام 35,000 إلى 9 أيام. بالضبط. يعني أمس كان عندنا أحد الكتاب تجاوز عدد الحضور لجلسته 4,000 شخص على الواقع الافتراضي مباشرة من غير الذين سيحضرون له في وقت آخر. هذا هو دليل على أن الفعاليات التي تقام في المنصة الافتراضية نجحت. نجحت لتكرس من مكانة الشارقة الثقافية، أننا لا نتوقف عند حدود الذي لا يمكن أن يوصل إلينا هذه السنة بسبب ظروف السفر أو الظروف الاجتماعية التي تمر بالبشرية. نعم. يمكننا نصل إلى بابه ولا بيته ونكون عنده ونحل عنده ضيوفا بالثقافة وبالكلمة والأدب. نعم. وكما ترين أن المعرض لا زال الناس يتوافدون عليه حتى هذه الساعة. بالفعل نحن نشوف، يمكن نحن موجودين في المعرض أستاذ أحمد وما زلنا ما شاء الله يعني نسمع من حوالينا الحركة ونشاهد الحقيقة الزوار بالفعل ما زالوا يتوافدون حتى هذه الساعة في آخر أيام معرض شارقة الدولي للكتاب. نحن تعودنا كذلك محمد أن الحضور الدولي دائما يعني يكون سمة من سمات معرض الشارقة الدولي للكتاب. هذه السنة ما كان في ضيف شرف مثل ما تعودنا طبعا مثل النسخ السابقة، ولكن كانت هناك زيارات للمعرض من بعض السفراء والدبلوماسيين كذلك. دعنا نتحدث عن هذه الزيارات. اليوم معرض الشارقة الدولي للكتاب يعتبر القوة الناعمة للثقافة مو بالإماراتية فقط، العربية العالمية بعد.
معرض الشارقة الدولي للكتاب اليوم منصة تلتقي فيها جميع مختلف الجنسيات، 30 لغة موجودة في معرض الشارقة الدولي للكتاب. نعم. 73 دولة موجودة في معرض الشارقة الدولي للكتاب. هذه الجهات الدولية التي تأتي ترى فرصة مميزة في الشارقة في معرضها. نعم. لأنه يخاطب كل لغات العالم، يخاطب جميع أفراد العالم. هناك لغة تسامح ولغة محبة ولغة سامية راقية، وضع معاييرها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان محمد القاسمي. المعرض اليوم كرس نفسه، يعني ليس معرضا دوليا، لا يمكن أن أقول اليوم هو المعرض الأوحد على مستوى العالم الذي يقام بعد جائحة كوفيد-19. بالفعل. اليوم الشارقة رسخت مكانتها، هي مكان لتصدير الثقافة العربية والعالمية. نعم. واستيراد الثقافة، هي بوابة التقاء المجتمعات، مختلف القارات العالم التقت تحت أرفف معرض الشارقة الدولي للكتاب. يعني اليوم نحن نفخر أن نحن نعمل في هذا الصرح الكبير الذي يرسخ لمكانة دولة الإمارات ومكانة الشارقة الثقافية والأدبية على جميع الأصعدة العالمية. نعم، الحقيقة يعني من أبرز الفعاليات ربما التابعة لمعرض الشارقة الدولي للكتاب في كل عام هو مؤتمر الناشرين وأيضا مؤتمر المكتبات الذي أيضا أقيم استثنائيا بشكل افتراضي هذا العام عن بعد، وكانوا أيضا ناجحين. خلنا نتكلم عن هذه المؤتمرات أو المؤتمرين. نعم، مؤتمر ناشرين عقد على الأرض الواقع، لم يقعد على افتراضي. المحاضرات كانت تبث افتراضيا وبعض الضيوف أتوا افتراضيا متحدثين، فكان هو معرض هجين، يعني مؤتمر هجين. نعم. بمعياره حضره أكثر عن 313 ناشر من مختلف أنحاء العالم. تم توقيع اتفاقيات تجاوزت 1000 اتفاقية لبيع وشراء الحقوق. ما شاء الله. تجاوزت عدد الكتب التي ترجمت من اللغة العربية إلى لغات أخرى أكثر عن 200 كتاب. هذا دليل أن الشارقة أصبحت مصدر للثقافة العربية للعالم. ولكن ما لفت نظري في تأثير الشارقة الثقافي الفكري على مستوى العالم، إحدى الناشرات البرازيليات التي أتت ورتني كتابها، فقالت أنا بديت أترجم الثقافة العربية بعد حضوركم كضيف شرف في معرض سان باولو للكتاب. نعم. فأرتني الكتاب باللغة البرازيلية والبرتغالية، فلما قلبت الكتاب اكتشفت أنه قصيدة للشنفري وهي لامية العرب، وهي من يعني من العصور الجاهلية الأولى، يعني يعني قصائد قديمة جدا قبل الرسول عليه الصلاة والسلام وقبل الإسلام بمدة كبيرة. نعم. فهذا دليل على أن الشارقة نجحت عالميا. نعم. حتى أينما حلت اليوم نحن نجني ثمار جهود صاحب السمو وبعد نظره في مختلف أنحاء العالم. نعم. كثيرين لا يعلمون قوة الكلمة وقوة الثقافة في نشر الكلمة ونشر العلم ورفع علم الدولة في كل مكان. اليوم الإمارات كلها تفتخر بمعرضها، والعالم العربي يفتخر بشارقته التي أشرقت بظل السلطان. نعم، مثل ما ذكرت يمكن أستاذ أحمد، الحقيقة هذا المعرض يعني شكل من أشكال القوة الناعمة الحقيقة التي تبين للعالم مدى أهمية الثقافة لدى الشارقة ولدى دولة الإمارات، ويعني تبرز الجانب الثقافي الجميل الحقيقة لدولة الإمارات. عموما كل الشكر لك، يعطيكم ألف عافية. بالتأكيد سعادة أحمد بن ركاض العامري رئيس هيئة الشارقة الكتاب، نلتقي إن شاء الله في النسخة القادمة. ما عادت تعادل أرقام الحضور، ما تبغين تسليني أرقام الحضور؟ تفضل تفضل. يعني جاوزت الرقم الشيء المهم يعني. نعم تفضل. الحضور حتى أول 10 أيام يعني بدون اليوم. نعم. تجاوز 300,000 زائر. ما شاء الله. هو نجاح للشارقة. نعم. والأرقام إن شاء الله مبشرة وأرقام مميزة وفريدة. نعم. والذي يقول أن أمة تقرأ لا تقرأ، أثبت صاحب السمو أن أمة أقرأ تقرأ. نعم، عموما كل الشكر لك أستاذ أحمد على وجودك، وإن شاء الله نلتقي في النسخة القادمة مثل ما ذكرت، والنسخة القادمة يعني بتكون أكيد مميزة حتى برقمها النسخة 40، وبتكون إن شاء الله يعني بعيدا عن هذه الظروف اللي يعيشها العالم اليوم. عموما ننتقل لمشاهدينا مرة أخيرة إلى زميلتنا شهد مهند. شكرا ريم، عودنا لكم مشاهدينا الكرام بهذه اللحظات الأخيرة من برنامج ساعة كتاب وتغطيتنا لليوم الأخير من معرض الشارقة الدولي للكتاب
بدورته 39، هذه النسخة الاستثنائية التي كانت تحدياً بالنسبة لنا جميعاً وكل الجهات المشاركة لإقامته في إمارة الشارقة، ودائماً إمارة الشارقة تثبت جدارتها في مثل هذه الفعاليات، لأن الثقافة دائماً هي الأولوية على رأس قائمتنا والأولوية لدى القراء والزوار ومحبي الكلمة المقروءة في إمارة الشارقة. نشكر كل الجهات التي شاركت في إنجاح هذه الدورة الجديدة من معرض الشارقة الدوري للكتاب، من القيادة العامة لشرطة الشارقة والفرق التطوعية الموجودة وجميع من ساهم في التغطيات الإعلامية، وأيضا الدعم الذي قدم للمشاركين وللزوار لإنجاح هذه الدورة وإخراجها للجمهور بأفضل حلة، أكيد مع وجود الإجراءات الاحترازية وسلامة الزوار كانت من الأولويات التي عملت عليها الفرق القائمة على معرض الشارقة الدولي للكتاب. إلى هنا نختتم هذه التغطية، على أمل اللقاء بكم بإذن الله بكل شوق وحب في النسخة القادمة. نعود إلى الاستوديو مع الزميلة ريم. شكرا لزميلتنا شهد مهند، شكرا لكل الزملاء من هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون الحقيقة بمختلف قنواتها اللي عملوا على مدى 11 يوما على قدم وساق لتغطية معرض الشارقة الدولي للكتاب في نسخة 39. شكر موصول أيضا لكل الجهات الحقيقة التي شاركت، كل الجهات الحكومية، كل الجهات الخاصة التي شاركت في هذا المعرض. شكر للمتطوعين الذين ساهموا في تنظيم هذه النسخة والحفاظ أيضا على التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية التي اتخذت في هذه النسخة 39. شكر أيضا موصول للقيادة العامة لشرطة الشارقة الحقيقة، يعني لمتواجدين طوال الوقت على أبواب المعرض لتنظيم الزيارات وغيرها. كذلك يعني نتمنى أن نلتقي بإذن الله في النسخة القادمة، النسخة 40 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب في ظروف أفضل من هذه الظروف. عموما يسدل الستار على هذه النسخة الحقيقة 39. أترككم في أمان الله، إلى اللقاء. متوفر عبر تطبيق مرايا، حمله الآن من جميع المتاجر الإلكترونية.